مساء الخير واهلا وسهلا بالجميع لحلقه جديده من يوميات ستار اكاديمي، حلقه مليانه اخبار حول طلاب الاكاديميه يلي عم بيتابعوا مشوار الحلم صوب لقب ستار اكاديمي. هذه شراره زار الطلاب ومثل العاده كانوا بانتظاره حتى يسمعوا تعليقاته الايجابيه والسلبيه على البرايم، لانه كلامه بالنسبه لهم محطه مهمه. احلى يوم ان شاء الله. احلى يوم في حياتي ان شاء الله يضل احلى يوم في حياتكم. مرحبا، ازيكم؟ كيفك؟ كيف الشباب؟ كيف البنات؟ منيح؟ انا يعني بدي شوي يعني اقسى عليكم بس نقدر نطلع شيء حلو. رح بلش نسمع دينا. اسمها دينا؟ دينا. خالية من الأحاسيس، مجردة من كل شيء اسمه مغنى دافئ. She's too tough، وهيك غنية ما بدها toughness، ما بدها واحد يكون هالقد قاسي. بالنسبة لي سقطت performance غنية هالقد هيك فيها، كان بده مغنى أطرى شوي ونوع دفى أكتر بالمغنى بالإحساس. خالية من كل هدول غيره. هالرخوني خي انت بترقص ما عندك عصب ونون عصب، وين واحد يكون اجريسيف خي بالمغنى؟ نو اتيتود، اوت اوف تيمبو، ما عندك تيمبو يا خي. خي بترقص وما عندك تيمبو، كيف هي؟ مش عم بفهمها يا خي. انفصام. وقفوا زقفوا له. لا عم تمزح معي، قلت له يزقفوا لي والله رح اتكلم. علي كثير منيح، برافو ضبط البروجرام. زقفوا له مضبوط، لانه هي زقفه فيها خزل. اوكي ما بال. اول شيء انا من ناحيتي انا بقول لك برافو، اضبط بكثير من اللي سمعته قبل بكثير بكثير، يعني انه اهم شيء ذاتها اللي غنيت قبل. هلا فيني اقول شغله كثير مهمه، انه انت هذا اللون بيلبق لك بالمغنى، which is very good. ليش عم تبكي يا حياتي؟ don't cry don't cry. قلت له برافو. لا انا بحبك، بحب الانسان اللي بيتقدم. يعني انا قلت له اني طلع فيكي عم بس يطلع بالكاركتر تبعك قد ايه عايش الغنيه. الحلو بالموضوع ما حط لك شيء بشع، بدي منك اكثر، بس في تقدم ملحوظ عن هذيك جمعة، مش كافي بس منيح. طيب هذا الديو ما حلو ابدا بالنسبه لي طبيعي. نبلش اول شيء، انت لورا، انت انت يعني ماشي عكس الترين، مثل الترين بيمشي دغري، انت يعني بيقلع وخلص بيمشي، انت قلعت وقفت خيي ومش عم تقلع بقى. بلشت حلو باول ما بلشت بستار اكاديمي، هلا برابع برايم، رابع والثالث، انا رابع عندكم والثالث عندي، انا مغلبت. المهم بالثالث برايم عندي بلشت يعني واقف محلك ومركب اريير كمشيات واقف. حنان يور عادي، منك عاطله بس منك حلوه، منك حلو يعني منه مغنى حلو، سوري منه المغنى اللي انا مستنظره منك. اوكي زقفوا لهم كل مني واقف مني هيك. بدي اقول شغله كثير كثير اساسيه بالديو، كل شيء اسمه ديو. اول شيء صوتك كثير حلو، كثير اللي قلت لك الغنيه خامد، صوتك بتفوت على القلب ديركت، ادائك كثير حلو، هيدي غنيتك كثير حلو، مظلومه بالطبقه وكل شيء بس غنيتك كثير حلو.
انا كنت خايفه بس من الاخير ومن تعليقك بصراحه. لا عملتي ما تخافي، واحد عامل شغله حلوه ليش بده يخاف؟ بالعكس لازم يوقف وجهي اللي استعمل يوقف هون. هيك غنيت انا، اهم حاجه ان انتوا هيك عملتوا. برافو، انا هيك بدي. انا بالنسبه لي هيدي احلى بيرفورمانس الليله من اللي رح نشوفه كمان. هيدي احلى شيء، بس مش احلى شيء بستار اكاديمي، بس هي احلى شيء شفته لليوم كديو. انا بالنسبه لي محمد كثير حلو، يعني عارف انه عندك شيء كثير قوي، بينت لي شوي منه اليوم، بينت لي اكثر بالاكتنج بالتمثيل من المغنى. مغنيك كان حلو لو كان في قال عرب بس. مروان، اول شيء زقفوا لمروان. ايوه مروان، ايوه. متملك اكثر من رافائيل، يعني متملك الغنيه. اذا بدك رح احين لك، يعني كتبها عندي، فهمين اكثر غنيه منه. كل وقت عم بجرب يغني، اول شيء مش لبقت لك غنيه بس نريح بعض، يعني مش لبقت لك. نوع صوتك ما بده دغري، ما حد مروان دغري بين ضعف صوتك، يعني الفوليوم الهارموني تبع صوتك مش مخرج غنية يعني. سمعتها او ماي جاد بيرفورمانس، يعني دخيلك يا الله. يعني مبرزقك وحاطط، مش عم صدق. لا يعني اللي قلته لحنان بقول لك ايه اول مره بزعلت مني، بقول لك ايه اسوأ من، يعني اسوأ من كارثه. ما هذا شيء ما بيقطع عندي انا ولا باي شكل من الاشكال. ما عرفت شو بتسمي البرفورمانس، بعتبرها بيرفورمانس سيئه جدا للاسف. سهيلة يور انت بدينجر زون. هاي بيرفورمانس ما فيها نجوميه، سوري يعني عم بقول لك يعني بكل بساطه، ما بدي زيد عليكي، بس انه اتس ا جود بيرفورمانس فور شو، فور تي في شو للتلفزيون. يعني قلت لك اول ما طلعنا بلشنا سوا، قلت لك انت فور مي يور كاراوكي سينجر، انت بالنسبه لي بعدك بتغني كاراوكي. شفتها؟ أنا بدي أقول لك شغلة إيهاب، حلو مغنى، كان في إحساس حلو وشجن حلو، كان في بكي زيادة عن اللزوم بالمغنى وعرب زيادة. أوكي. ما في قصص فيك مرقها بلا عرب، بس احكيني قبل. في تقدم ولا في تأخر؟ إيه أكيد في تقدم، مرتضى أنت اللي عملته هو غنيت عادي جدا بوقت ما بيأذيك هذا الشيء، بس ما بيضرك كمان. يعني ما بيقدمك، سوري، ما بيأذيك بس ما بيقدمك. أنا بالنسبة لي وقوف في محل يعني مثل واحد ميت. طيب. All in all، صورة عامة عن كل البرايم. حلو كثير. نعم. ما في شيء كان outstanding performance. Performance ما كان في شيء واو. في شخصين بالنسبة لي كانوا يعني عملوا شيء حلو، هن نسيب وهيدي. نسيم. خليت لك ماشي لي هلا انت هيك، وانا بشوف بعدين اذا ربحت مش عم بظبط لك، بعمل لك نيك نيم او شيء. خلينا نسيم هلا، نسيم وهيدي. بالنسبه لي هدول الديو الوحيد اللي كان شوي حلو، مش اوت ستاندينج بس حلو. احلى شيء سمعته اليوم. نشوفكم جماعة الجاي. انا وخالد هيدي. ميرسي، باي، جود لك جايز. جماعة الجاي متوقع شيء حبيبي، حب قلبك قلبك. طيب سلامتك. خطر وضعك خطر. أول بريك ومن بعده رح نعرف ردة فعل الطلاب على ملاحظات هادي.
منتابع يوميات الطلاب. ملاحظات هادي شرارة دايما عندها تأثير على الطلاب. هو بيترك الأكاديمية من هون وبيبدأ الطلاب بالتعليق على تعليقاته. البعض بيزعل والبعض بيتقبل، لكن الكل بيتأثر. كل جمعة يعني. لا بس انه انا سمعت، قلت لك شو كنت خيب تسأل، ما انت تجي تسألنا لقلنا هو استاذ وكل شيء عم يسمع على التلفي، بس انا كنت حاطط الابيس عم بسمع في شغلة خيب فكر فيها بمنطق. حرام انسى. لا طلع كمان زعلان والله، مش متضايق، بقول لك مش انا زودتهم بس ده الصح يعني فعلا. اللي لو كانوا قال لك كان يبقى الاحساس اهدى صفاء، بس انه مش معجقين. عبس بس التابلو اصعب. التابلو بيفتكروه هين، انه التابلو التابلو تمثيل. التابلو يا صح، وقال لك استمثيل بتركزتي في. لا بس لا عن جد اللي عملوا عبس لعب اللي هي ما نفرفشين وجايين نتعلمين اللي عملته. انت حلو، انت حلو، انت بس ده ابدعت يا بيسوا. بس عن جد كنز دايما بجاون كتير وعم بغني. شانتال انت زعلانه من ايه؟ من النقد يعني اللي هو قاله؟ الله بس قال بس طلعيها بس على المكان. شانتال ما فيش حاجه، هو على فكره كل مره بينتقدنا كلنا. طب انا هقول لك على حاجه والله العظيم وتصدقيها، اقسم بالله العظيم انت غنيتي حلو والله. ده يعني بالنسبه للمرض اللي انت كنت فيه للتعب يعني لا خرجت عن نوته ولا والله غنت صح. هي غنت صح بس هو جاي ينتقد. ينتقد ايه؟ جاي ينتقد احساس. اي حاجه بنتقدها. زعلان. شو قال لي؟ انا زعلانه. ده شو قال لي؟ قال لك قالها اكتر من كارثة. كمان حنانه اكتر في الاول. الحمد لله مشي تبع. قال لك في الاول فيش قال لي كارثه كما قال لك من قبل. اه كما قال لي من قبل كارثه. حنان حنان خرفها حنان. انا ما سمحلكش. لا ديتو صراحه. صراحه انا ما زعفتش بكل. رحت له قال لي كي رحت له قال لي حاب نطلع شي لي في وسطك. حاب يطلع. انا فرحت. انا بالبرايم الثاني والثالث كنت مغلطه بالبروجرام، الرابع برهنت له العكس. تفضل انت هيك كمان بدك تعملي. وبعدين مدام ميري قالت لك ايه؟ استني مدام ميري قالت لك ايه؟ عندي الحق. انا قبل ما يقول لي هذا الكلام كامل كنت حاطه في راسي، قال لي مش عايش الاغنيه. هذا الشيء كله غادي يقوينا. تجي حاجه ما كتمشي يعني. انا صراحه لو طلعت ميناء صراحه يعني انا بغيت نخرج. بغيت نخرج من البرنامج صراحه يعني. بغيت ما حيت ما عرفتش بغيت نكمل ولكن ما تقبلش على راسي نطلع لميني مره ثانيه صراحه. قال انت الا طلعت نوميني جايه معاك صراحه تعاود. انا لا نوميني ومره ثانيه لا. ما صراحه غلطه. شو كيسو نوميني ولا مش نوميني؟ واش خمم انا في نوميني ولا نوميني؟ سي الدوني دمي سوسي. نطلع نوميني نخرج، نطلع نوميني عاود نرجع للجمهور، نطلع نوميني نرجع لصحابي. سي لو ديرني دو مي سوسي. انا الحاجه اللي تهمني دوكا كيفاش جو ماميليور. انا سكو جو ريغاردي على تيلي سيتي كالكان كي سي شونتي، كالكان كي سي دونسي، مي كي نا با دو كاركتير فريمون. ما كان عندي ولا كاركتير في لا شونسون. فهمت. سي فري كو جو فوزي كالكو موفمون والناس كانوا يضحكوا اي تو، كان الناس البوبليك ايتي يافي اون بون امبيونس، مي بون سي تو. مش عايزه اقوم. قول بصيلي. اولا انت غنيتي كويس جدا. هل مع احترام شديد لهادي، ده رأي شخص من كذا حد شكر في اللي انت عملتيه. انت مش قادر تفهمي ده، ده رأي شخص. انا دايما كراوكيزنج. ممكن اقول لك على حاجه؟ اسالك سؤال بسيط. انت بره الموضوع خالص،
الواحد مشبوق كيف بده يغني يعني. حلو حلو. اسالك بس صراحة، انت امبارح كنت قلتي لي لما انا غنيت الطابلو قلت لي ايه؟ لا لك قلت لك غنيت كثير حلو صح؟ كل الناس هنا صح؟ برا قالوا ايه؟ الناس اللي برا، الناس اللي شافت قالوا ايه؟ صح؟ جه شخص عمل ايه؟ هل ده معناه ان انا قلت غلط؟ اه قلت وحش؟ لا، ده راي شخص، ناس كتير شكرت، كل واحد له وجهه نظر، هو بينتقد في حاجات معينه تفاصيل كتير. بيتاخد بجديه هون بالاكاديميه. لا ما معلش هقول لك على حاجه، الناس دي اللي شكرت، الناس اللي شكرت، اطلع من التوب، ما بدي اطلع من النومينات. حلو، الناس اللي شكرت فيك الناس دي مش موجوده برضو؟ الاساتذه اللي مدام مير اللي الصبح قالت ان انت صوتك كذا 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 كذا، مش دي من الاساتذه برضو؟ طيب بس انا ما بقدر استخدمه بالغنى. حلو، لا انت مستخدماه، انت ما كانش في عندك مشكله، انت واحده كنت تعبانه، وانا بقول لك انت ما غنيتيش غلط، هو بيتكلم على حاجه في التوتال في العموم، ما بيتكلمش ان انت ضايعه ولا ان انت غلط ولا ان انت في مرحله خطر ولا ان انت زي ما كلام الناس، كلام كتير اتقال لناس ثانيه. زي ما هو اتقال لي، هل انا كده بقول اصل انا كده غلط؟ لا انا اشتغلت وتعبت وعملت وكل كل في الاخر، هو طلع مشكله، طلع عيب، مش معنى كده ان هو بيتكلم غلط. اه طلع عيب، بس لو بنتكلم في الاجمالي لا، انا طبلو اللي عملته كان واو وتحفه وجميل، بس هو اتكلم في حاجات تفاصيل جوه الموضوع، هو اللي بيبص لها، ممكن حد تاني ما يبصلهاش، هو بيبص لها بيبقى عنده حق فيها. انت لو احنا اتكلمنا في العموم طبلوها 10 على 10 وهايل وكان حلو جدا، بس هو بيتكلم في تفاصيل صغيره احنا لسه بندرسها، يعني احنا لسه غصب عننا ما نقدرش نعملها، عشان احنا مش طبيعي بتاعنا ان احنا بنطلع بنعمل تابلو وبنعمل وبنعمل، مش نجوم، فاهم قصدي؟ فهو غصب عنه هو بيقول لك حاجات عشان يخليكي قدام لما تحطي في نفس الموقف تبقي احسن. وصلت؟ فيكم مشاهدينا تعرفوا اخر اخبار الطلاب من خلال www.starakarabia.com. بريك صغير وبنرجع من بعده لاخبارنا. عودة لمتابعة حلقة الليلة من يوميات ستار أكاديمي. مفاجأة طيبة كتير من المعالجة الغذائية كريستال أبي عاصي كانت بانتظار الطلاب لما وعيوا الصبح. كواسون الكريب بدك نجيبهم خالصين أو بدك نجيب البات تبع الكريب خالصة؟ وأنا بحط لهم شوكولا. طبقة حلاوة وبعد كده شوكولاتة. لا حلاوة شو ما بدك الشعر على أحكي لي إلك إذا بدك عملية من هون مش ممكن تطوف طوالي لغدهم يا مش كده هايدي لا 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 دي سيبها مسحة عايزة بغا شكرا حاضر هعملهم كلهم في بعض صباح الخير اوعى اوعى بسرعة بسرعة هيدا في يطلب منك طلب شو ساعة بتعملي لي ما تعملي لي في لا هيدا ولا بنتي بس شوكولات ما فيش بنتي هيدا ما بدي بس شوكولات فيكم مشاهدينا تنضموا لصفحتنا الخاصة على إنستغرام وتتابعوا صور حصرية من كواليس البرايم ومن كل نشاطات الطلاب، وكمان فيكم تتواصلوا مع الطلاب عبر تويتر وفيسبوك. أنيس ومبل مش متفقين على موضوع الإيفال، وهذا الأمر صار عادة أسبوعية بسبب التوتر الكبير قبل الامتحان. أنا برأيي إنه لأنه بان لازم تكون متناسقين، لأنه قالت مدام كلوديا إنه يكون عندكم your own. بس إيه إكزاكت، بس إنه لازم نكون متناسقين، بس لازم يكون لازم نكون مختلفين كلهم. لو لاحظتي كلهم راح يكونوا نفس الشيء، ونحن هيك اللي مش متشتتين، اللي ما عندنا ولا بعدنا ما عندنا فكرة مضبوطة. بس هي كمان بتكون نيردي، يعني كلنا بنكون نيردي. لا حنان لو طلعت نيردي راح تطلع كتير فيك. هي اصلا هي تحب تظبط حالها، هي شخصيتها اوكي. فنحن بس مثلا منطقيا شو عم تعمل معنا اذا نحن منطقيا هي حابه تدخل بفرقتنا؟ لا وحده حلوه مثلا بتدخل بفرقه نيرد، اتس نوت لوجيك. اوكي بتعرفي شو بدخل انا بغني غنيتي بتطلع، بعدين تدخلي انت تغني غنيتك وتطلع، بعدين تدخل حنان بالنهايه وتغني غنيتها ونطلع. اوكي هذا هو الايفال تبعنا. ليك ممنوع اعطي رايي انا هلا من هون ورايح؟ مش هيك مش هيك مش هيك كثير حلوه الفكره، مش هيك ممنوع اعطي رايي. اوكي تحت امرك اللي بدك تعمله ما بين مش هيك. اوكي خلاص حنان تكون معنا نادي.
بلاش تحسبي لا ما بدي شيء بقى خلاص عمولي اللي بدك اياه انا مهم اطلع نومينة مش اكثر ولا اقل واذا طلعت بدفن انت هذا الشيء اللي متوقف عليه انه حنان اوكي حنان تكون نردي معنا لا لا خلاص شو خلاص مش هذا الشيء اللي موقف عليه بس شو هو اذا بدي اعطي رايي مش قصدي انك تعطي رايك لا لا انا عم بحكي بطريقه واضحه عم جرب ظبط حكي مش ما عم تحكي بطريقه واضحه هلا قلتي لي لا ما حتطلع ظبطه بخلينا وي تراي ات فيرست بعدين نقرر لا ما رح تطلع حلوه ما انا منسقين لا ما رح تطلع حلوه لا ما بعرف زينه انت قلت شي فكره قلت لك ما رح تطلع حلوه قولي لي لا لا سيريسلي انت قلتي لي شيء وانا قلت لك ما رح يطلع حلو جربناه وقلت لك ما رح يطلع حلو جربوه اذا ما طلع حلو انا الاول اقول لك لا ما رح يطلع حلو رح نغيره حبيبي اذا ما حبيتي شيء خلص ما اوكي مش ما حبيت انت او شو بس لانه انا لازم نكون متناسقين انا اذا انا وياك نرد وفهمها ما بين انا شو بدنا نجرب اعطيتني فكره عم بعطيك رايي ما بين انا ما حكيتك انه لازم ما قلت لك لا لما قلت لي لازم نكون متناسقين انا قلت لك لا وعصبت لما انت قلت لي ما رح تطلع حلوه كأنك شو اوريدي انه هالفكره ما حتطلع حلوه ما بحب هالقصص تبع اطفال صغار لما تقولي لي اوكي بدي اطلع نومينه وفن نمبورت كوا لا انت اللي قلتي انت اشتغلت كثير منيح بالبرايم مستحيل تطلع نومينه ما قلت هذا الشيء قلت لك اهم شيء ما اطلع نومينه اهم شيء اطلع نومينه واذا طلعت نومينه فن اهم شيء ما اطلع نومينه واذا طلعت نومينه اوكي هذه هي اقصر شوي لمتابعة البرايمات الماضية وفيديوهات حصرية لازم تتسجلوا بالقناة الخاصة بستار أكاديمي على يوتيوب. استاذة الغناء لازلي عقل زارت الطلاب وقدمت لهم تمارين حول التنفس. وأكيد ما بيخلص صف من بعد التعليقات من رافائيل. بونجور هاي مدام كيفكم؟ يلي بجمالك ملاك أبدا ما هيك؟ مش معي حلو جنرال حلو رح نقوم كلنا نوقف رح نعمل اول تمرين على الواقف زيحوا عن الحيط كلكم بليز بعد شوي اوكي ليك شو بدي منكم فيري سمبل بتقربوا اجر الاكثر شيء بترتاحوا فيها لقدام بتضلكم مجلسين من فوق الاجر اللي لاقيه لقدام بلقي انا كلني عليها وبتعجى شوي بس بلقي كلني هي السيبار هلا ما ضروري تطبوا كثير بس المهم تحسوا انه تقل جسمكم على الركبه المطعوجه لقدام اوكي بهالطريقه ما عندكم بقى سبورت على ظهركم حدا حاسس شيء بظهره هلا اوكي رجعوا اعملوا زيت الشيء مثل قبل وقفوا مثل ما كنتوا جلسوا اوكي ورجعوا حطوا الاجر شوي قدام ما تقربوا كثير ما بدي امبليتود كبيره سو هلا ايد تحت السره اوكي بدي منكم نفس ومنفضي على البطيء بلا ما احبس النفس بيناتهم وبلا ما عدهم اوكي ثلاث مرات كمان على الاكزرسيس انا ما رح اعيط انا ماني بمدرسه هون عن جد مش معقول حسي حالي مع اولاد صغار مش معقول عن جد مش عم بلعب تفضل اوكي هول الاكزرسيات عملتون هيديك الجمعه انا الشاليمولا النفس هيدا وعملتوا الاكزرسيس يلي بناخذ النفس مع الجمل بالغنيه انا عملت اوكي رح اقول لكم شغله اخر مره بطلب منكم تعملوا الاكزرسيس يلي بتقروا الجمل بقلب الغنيه وبتاخذوا نفس قبل وبالاخر بتفضوا النفس باخر الجمله بتتذكروه انا ما كنت عليه هذا سوري ما كنت عليه كل مره بعمل لكم تمارين بتجوا بتقولوا لي مدام كيف بنطبق النفس بقلب الغنيه ما مدام عطيتكم الاكزرسيات اللي ببلشوا يطبقوا النفس بالغنيه بس اذا انتم ما بتعملوا الاكزرسيسات انا عن جد ما عندي عصا سحريه بتزبطكم ولا اصواتكم ولا نفسكم اوكي وانتم عم تطلعوا على المسرح عم تغنوا وانتم عم ينقطع نفسكم وانتم كل الطبقات ما عم بتريحكم حتى يلي هن طبقات موجودين بصوتكم لانه ما عم تعملوا التمارين يلي بخلوكم تريحوا المنطقه ويخلوا الصوت هو السيبار تبع النفس هو السيبار تبع الصوت انا هذا الحديث اخر مره بعيده وما رح ارجع عيده واللي ما بده يعمل تمارينه هو الخسران مش انا ما بقى رح نرفز رح نعمل اكزرسيس الشاليمو يلي عملناه هذيك المره اول شيء بتبلشوا لي بال بلا ما تغيروا النوتات طلوع ونزول تيما بتمسكوا شاليمو بايد
وتاني ايد قدام الشاليمو، بتقربوا اجر شوي لقدام مثل بالاكزرسيس اللي قبله حتى ترتاحوا بالنفس، وبتركزوا انه النفس اللي عم بيطلع من الشاليمو هو طالع من البطن. مرتضى ما عندك باي؟ لا. اوكي بتقوم تعملوا بلا باي، بتنفخ خدودك وبتعملوا. اوكي ما ببلش بالاوف بلا نتعب الاول، very soft. بتنق 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 بشكل مش معقول. شو بتنق؟ بتعرف انه بحلم فيك ليل نهار؟ اقعد ما تخبرني، ما بدي اعرف. والله بحلم فيك ليل نهار. يلا اقعد يا حبيب القمر مطار. قلت لك اقعد. بحلم فيك ليل نهار. يلا اي بس قعدوا جلسوا لانه ما خلصنا. رح نعمل اول شيء بنطلع. بليز بليز حدا بده يسمعني، مش معقول ضلني قلكم سكتوا، مش معقول عن جد. رح فل ولا كلمه بقى بدي اسمع غير الاكزرسيس، ما بدي اسمع. من تحت لفوق مثل الرهله اللي عملناها اول وحده ومثل الشاليموزه الاكزرسيس، بس مش من هون. اوكي يعني ايه هيدي؟ لانه معقول تكونوا مش عم تعملوا صح وانا مش عم صلح؟ بركي ما عم شو في عم بعمل هون؟ لك انت وقت وجودك بس بحل الايام، بتحلى ايامك. اوكي هلا بتحلى روحك. كمان مره رح نتوقف مع بريك مشاهدينا، وبنرجع من بعده ليوميات ستار اكاديمي. خليكم معنا. منتابع يوميات الطلاب، الشقيق رافائيل زاروا بالأكاديمية ليقدم له بعض النصايح والتوجيهات. لا 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 لا. تمام. شو الوضع؟ شو الأخبار؟ قوية هذي. يلا لا بعطيك إياها. شو الأخبار؟ تمام؟ كبران؟ كثير؟ أنت عم تشيبنا لأنه ليش؟ بشو عم شيبنا؟ أنا عم ضلنا مراقبين على كل ليك بالعانة؟ أكثر ما تتصور مان. شيء مخيف اللي عم بيصير برا. ما رحت يعني قد ما خبرك هلا. ما بدي أعرف بدل ما التهبي بهيدا. بس سرقت إيه؟ إيه؟ عن أول جمعة. كثير. هلا عند مدام مير عم تقول لي انه كثير غنيت حلو امبارح وفتحت تمك، ما كان عندها انتقادات الي يعني. مام بس هول اللي فتحت تمك وانتبه لنفسك ونيونس، ما بعرف هول اللي بيسمعون اكثر شيء انه مش حكي، مش انه سلوغانات. كونوا قاصدينهم وكون هول هن عم بيركزوا عليهم. شو انتبه على هذا الموضوع؟ كيف انا مبين مع مين بكون ومع مين هيدا؟ طبعا كل العالم بتحب بتحبهم يعني، وكل العالم عم بحبوك. ما في انه اخذ كليك واخذ هذا، ما في هو تاخذ كليك. اول شيء انت ليه مش عم تحكينا؟ يا خي عم بحكي امك، لان امك كل ما احكيها هيك بحس انه لازم احكيها، انه انا قبل ما كنت احكي معها كثير يعني. لا ما بعرف، خلص اليوم بحكيك بقول لك ما تزعل. ومش مشتاقين لك يعني، حابينك تضلك هون كل لانه 24 يعني بنوع الصبح نتروق معكم. ايه بتعمل لي سشوار لإلي يعني. عشان بتشوف السشوارات؟ ما عايشين نحن هلا بالبيت، نحن كنا أربعة هلا نحن شو 21 واحد بالبيت. عرفت كيف؟ اللي كان صار معك أول جمعة أنت تخطيته بدون ما أجي أقول لك أنا. أوكي. ما تستهتر بشيء وما تستهتر بكل لحظة هون، أنت انبسط وتضحك وتسلى بس يكون وقت تسليه، وخفف صريخ برا، غني بس ما تصريخ. ودربك وعمول اللي كنا نعمل كل هول بالبيت. أنا قلت لهم أول صف نحن يعني ما هلا عم بتصر، بس كنا بصف مدام بيت حضرتنا. وقتها صاروا يسألوك أسئلة شخصية، قلت لهم نحن بالبيت، أنا بالبيت هيك والبيت نحن هيك يعني. عادي بالعكس هلا انت شايلنا كل الستريس يعني. وشيبان هذيك النهار كان عم بيحكينا شيبان الحين بقى عم بحسه، عم بحس حالي على عيد الميلاد يعني، عم بيعمل لي هيك من فوق. ايه انه شايلنا كل الستريس، ما عم بنفكر بقى عم نشتغل، واكيد بتعرف انت كيف نشتغل نحن، بس انه شايل هذا القسم الستريس اللي كنا بقى نكون قاعدين فيه. لا بالعكس ما. انت عم بتطول الجمعه وكل جمعه لك قلت لك سنه برا. ايه لانه ما بدي اياك تطلع لبرا، لانه برا في شيء كثير كبير، ما بدي اياك تطلع لبرا وترجع تحضر اصحابك جوا تقول يا ريت بعدني هون، يا ريت بعدني عم بعمل هيك، ويا ريت
انت قادر قادر تنافس، كلكم حلوين، كلكم عندكم قصص حلوه، كل واحد بس اللي بده يقصر بده بتصور هيك مزبوط اللي بده يقصر. يعني هلا الموضوع صار اللي بده يقصر كلكم مستوى بعضكم. غير انت في شيء حابب اللي توصلوا لبرا؟ شو اشتقت لكم بس مش اكثر، ما اشتقت لكم يعني ما بشتاق لكم انا، بس انه مش انه هذا الشوق ومش قادر اعيش، بس انه هيك اشياء هيك وجونه ومجونه. السوشيال ميديا حطوا لك صورك ودعموك ولقبيات ما بتخسر وبان شيء طباش خلص. انا كلهم عم بيحكوني هلا، ببقى كلهم عاملين جروبات على الواتساب وكلهم بيحكوني كل جمعه، وسلم سلام خاص من فاتي برفقتها لحنان. مين فاتي اسمها؟ فاتي ربطها صاحبتها. تعال حكيتك، حكيتني انستغرام سلام خاص، وكل جروب هن عاملين لكم لانه جروب سوا مع بعضكم على الانستغرام. فاتي بتسلم على حنان. اوكي، هي رفقتها اللي انتي متصور. تبع حالك مان، وكثير نحن فخورين فيك. طيب يلا كثير حبك. يلا باي باي. حتى تربحوا اكثر من سفره على بيروت كامله التكاليف وتشاهدوا البرايم مباشره من المسرح وتكونوا حد الطلاب، ادخلوا على www.cbc-eg.com وشاركوا بالمسابقات. الطلاب وصلوا طرابيش هدية من والدة رافائيل، وكانت هالطرابيش حافز حتى يبدأوا بغناء النشيد الوطني اللبناني، والأمر بيؤدي أنه كل طالب يودي تحية وفا لبلده بغنائه نشيده الوطني. تعالوا شوى تعالوا شوى تعالوا شوى، بدي ضيفكم شي جبت لكم يا أمي. أول شي كل واحد بيطلع له طربوش. شو اسمها امك؟ جريس. ثانك يو جريس، ثانك يو. تصور جايز كلنا 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 شباب، حطوا الطربوش وطاعوا. بص هو ساب كل حاجه وجاي. ثانك يو دوب جريس، ثانك يو على قرب قرب. هايدي اللبنانية يا شباب، تعالي كلنا وين؟ جيبي حط الأرز لقدام. جيبي كلنا بنقول هاي جابي. هاي جابي. هاي جريس. هاي جريس. كاميرا لفتك الشباب حبيبي، هاي مش هيك بتتهكى. كاميرا لفتك كلنا للوطن. بتعرفها المينار؟ خلص هلا كلنا للوطن. للوطن للعلا للعلم. هيدي لا هيدي بليش تغنية. الزمن سيفنا والقلم سهلنا والجبل منبت للرجال قولنا والعمل في سبيل الجمال كلنا للوطن للعلا للعلم كلنا للوطن. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. حماة الحمى يا حماة الحمى هلموا هلموا لمجد الزمن، لقد صارخت في عروقنا الدماء، نموت نموت ويحيى الوطن. مشرق الأنوار منتدى السؤدد وحما، دمت منتدى وحما، عشت في الأوطان للعلا عنوان، بيرك كل جنان ذكرى كل لسان، بالروح بالجسد هب فتاة لب نداك، في فمي وفي دمها وكثر نور ونار، إخوتي هيا للعلا سعيا، كثير حلو. نشهد الدنيا أن هنا نحيا بشعار الله الوطن الملك. عاش الملك خالص.
سمن بالنازلات الماحقات والدماء الزاكيات الطاهرات والبنود اللامعات الخافقات في الجبال الشامخات الشاهقات نحن ثرنا فحياة أو ممات وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر فاشهدوا 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 بلادي 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 لك حبي وفادي بلادي 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 لك حبي وفادي سعودية للمجد والعليا مجد لخالق السماء وارفع الخفاق أخضر يحمل النور المسطر رددي الله أكبر يا موطني موطني قد عشت فخر المسلمين عاش الملك للعلم والوطن موطني موطني الجلال والجمال والسلام والبهاء في علاك في أغلاك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في علاك هل أراك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما هل أراك في علاك تبلغ السمك تبلغ السمك موطني موطني جايز بس شغلة مروان جماعة عيد الاستقلال عنا بلبنان شو نقول سيجنا لبنان وعلينا سياجه وهالبيت العمران شعشعنا سراجه يلا صار وسيجنا لبنان وعلينا سياجه وهالبيت العمران شعشعنا سراجه شكرا هيك طلاب الأكاديمية بيعبروا عن حب واشتياق لأهلهم وأوطانهم وهيك نحن بنختم حلقة الليلة ومنلاقيكم بكرة بأخبار جديدة باي باي جبل الدم مطرب جبلنا محمد دهر غضبات جبلنا جبلنا جبل الدم مطرب جبلنا مهما الدهر غضبات جبلنا بعد جبلنا تراب الأرز أغلى من الدهايا الله معك يا بيت صاعد بالجنوب ما رح تقول عتيبة؟ مشك